أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. السلام عليكم أحبتي في الله، كل عام أنتم بخير. الحمد لله أن بلغنا الله العشر الأواخر. أحبتي، رسالتان سريعتان أبعثهما بإذن الله. الرسالة الأولى هي تذكير تحت ظلال قول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحديث الشهير، طبعا الحديث الشهير له روايتان، رواية الإمام البخاري ورواية الإمام مسلم. رواية الإمام البخاري: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم وأنا أجزي به، هذه مشهورة جدا جدا جدا. والرواية الأخرى رواها الإمام مسلم وكلتهما طبعا في أصح الصحيح: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يكمل في الحديث: قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. المعلومة ليست جديدة، لكن هي تذكير. يا أحبة، نحن الآن أنهينا أكثر من ثلثي رمضان، وهناك منا من كان مقصرا، ولعلي أولكم من كان مقصرا، هناك من لم يصم أصلا ربما يسمعنا الآن، هناك من كان صومه متقطعا، هناك من لم يؤدي حق صومه، كان يصوم لكن لا يصلي، هناك من كان يصلي ولم يكن يصوم، هناك من كان يصوم ويصلي لكن يقضي الليل كله في السهر على القنوات الفارغة والتافهة التي لا قيمة لها، لا تسمن ولا تغني من جوع. وهناك من كان مقصرا يصلي ويصوم ويقضي أوقاته ليس على التافه من القنوات بل على المحرم من القنوات. هناك فرق بين التافه وبين المحرم. وكلنا يعني منقسمون بين هذه الأقسام. الآن نحن يعني تقريبا إذا بدي أشبه رمضان يعني كاملا بالطيارة، في العشر الأوائل كنا نصعد، في الأوسط كنا نطير، الآن في مرحلة الهبوط إحنا. لا، ولله المثل الأعلى، وكأن الكابتن يقول لنا: الرجاء ربط الأحزمة، نحن على استعداد لبدء الهبوط الذي سيجري مثلا بعد نصف ساعة أو ثلث ساعة، ولله المثل الأعلى تقريبا للصور. لذلك يا أحبة، هي تذكير: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والرواية الأخرى: العمل بالوضع الطبيعي بمنظومة المعايير الإلهية يعلمنا ربنا عبر حبيبنا المصطفى. وضع الطبيعي، العمل الخير الطبيعي بوضع الطبيعي، أنت مؤهل تحت احتمالية 10-700 ضعف الأجر. هذا الوضع الطبيعي، تخيل 700 ضعف لأي عمل خير بتعمله. بقول لك: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا حساباته غير، حسابه غير. هو تذكير: من لم يحسن فليحسن، من أحسن فليزد، من لم فل، إلى آخره. تذكير. التذكير الثاني بدي أربطه بالتذكير الثاني والذي قلته بالأمس، وسأبقى أذكر به مع كل خاطرة بإذن الله. نحن في العشر الأواخر من أعظم أيام الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى قد بارك في أشخاص، وبارك في أماكن، وبارك في أزمان. بارك في الأشخاص فاصطفى الأنبياء، آل إبراهيم وآل نوح، فضلهم على العالمين وجعل من ذريتهم الأنبياء. بارك في أماكن فجعل مكة، الكعبة، المدينة، الأقصى. الله سبحانه وتعالى قرر، هذا شأنه، هذا خلقه. وبارك في أوقات، منها العشر ذي الحجة، ومنها رمضان كله، ومنها العشر من رمضان، ومنها ليلة القدر. فنحن طبعا أذكركم بأن طلب منا أن نلتمسها في العشر الأواخر. لا يوجد أي دليل يقيني على نقطة معينة، الدليل الوحيد المتفق عليه 100% التمسوها في العشر الأواخر. الحكمة أن نجتهد ولا نكسل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذني وإياكم من التقصير. أقل القيام ركعة، ركعتين بما يفتح الله سبحانه وتعالى عليك بعد صلاة العشاء. من كان مشغولا فليركز على الأيام الفرادة، من لم يستطع أيام الفرادة على الأقل يركز على 27. ومن كان مشغولا أو غير مشغول، سواء، لا تنسى الحد الأدنى، عندك الصلاة وعندك القيام، أقصد القيام بالصلاة، وعندك تلاوة القرآن، وعندك الذكر. والذكر باب مفتوح، أقله وأعظمه وأكثره تركيزا وتأكيدا: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ونعود ونذكر، لأن لا نضمن أن تسمعنا الأخوات دائما: من كانت معذورة ولا يجوز لها الصوم والصلاة فلها أن تقرأ القرآن، لا مشكلة في ذلك، سواء من كتاب تفسير فيه النص القرآني أو من الأبليكيشن، أي نوع من الأبليكيشن بالقراءة. والذكر مفتوح
مفتوح للكل. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، بقلب يعني واعي ومركز من الداخل. وأفضلها هذا الذكر الذي علمتنا إياه عائشة رضي الله عنها حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: لو أني أدركت ليلة القدر فما أذاق؟ وقال: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، يا رب تعفو عنا جميعا إن شاء الله، وعن أمواتنا وعن أصدقائنا وأحبائنا ومن قصرنا في حقه ومن علمنا ومن كان له فضل علينا، اللهم آمين. لا تنسونا والدينا وأهلينا جميعا من دعائكم. نتم إن شاء الله صلاة التراويح بإذن المولى عز وجل. طبعا السؤال المتكرر، بعض الناس يسأل، respected brothers and sisters، إن شاء الله after the fourth